نقرأ التساؤل الأول أو السؤال الأول ليجيب عليه فضيلة الشيخ عويضة عثمان. السؤال يقول: أمي مرضت في رمضان 8 أيام واضطرت للإفطار وهي عندها 71 سنة، وهي تريد أن تصوم العشر الأوائل من ذي الحجة بنية الأيام التي أفطرتها ونية هذه الأيام، فهل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، وهو الأفضل إني أنا أصوم الأيام اللي علي في أيام العشر، فيأجرني الله تبارك وتعالى على صيام أيضا أيام العشر. يبقى أنا نويت الفرض ثم بعد ذلك سيأجرني الله تبارك وتعالى على أني صمت في هذه الأيام. نعم. السؤال الثاني من أسئلة الفيسبوك التي نجيب عليها في هذه الحلقة: السلام عليكم، في حديث بيقول أن يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلا المتشاحنون، هل ده ينطبق على الابن والأم؟ أرجو التوضيح. طبعا الابن والأم ده تشاحن وعقوق، يعني الولد إن قاطع أمه أو خاصم أمه هو لا يدرك مدى يعني الإثم الذي هو واقع فيه، ده مجرد أن يدخل عليها حزنا بالقطيعة هذه مصيبة. أنت خاصم ده، احنا لما بنلاقيك لما مخاصم واحد صاحبك أو واحد بيخصم واحد زميله أو بيخصم جاره بيقول له إياك حتى لا تقع في الإثم، فما بالك بالأم، ما بالك بالأب، ما بالك كلما كانت الرحم قريبة. فرجاء يعني نبعد أنفسنا عن هذا الباب، باب القطيعة والله يأتي بشؤمه على الإنسان، وباب صلة الرحم تأتي بالبركة على حياة الإنسان. احنا بنقول نعم. احنا عايزين نتشبه بقى بالرايحين الحج. نعم. اللي رايحين يأدوا المناسك، اللي هم بيتحللوا من المظالم. نعم. ويردوا المظالم لأهلها، واللي مخصموا يصلحوا. نعم. ورايح بقى رايح صافي خالص لله سبحانه وتعالى. نعم. ما احنا عايزين نشاركهم برضو، ما احنا مش لازم نعمل كده، محتاجين ان احنا نزيل هذه الشحناء. وهذه من جملة الأعمال الصالحة. أيوة. صلة الرحم، احنا قلنا أن من جملة الأعمال الصالحة الصيام وصلة الرحم والصدقة والصلاة كثيرا، وبنقول دي هذه الصدات المباركة، الصدات المباركة في هذه الأيام، صلاة وصيام وصدقة، كل هذه الأشياء نقوم بها، ومنها صلة الرحم، صلة الرحم أيضا مطلوبة في هذه الأيام.